ولم يكتفي المتهم الدكتور ناتف الريش بتصنيع هذا المشروب الغريب وتنشيط هذا المشروع العجيب، بل إنه جند لهذه الأكذوبة الكبرى بطيخنا كافة وسائل الإعلام، واقتحم مواقعها أيما اقتحام من إذاعة وتلفاز وسينما وملصقات على الجدران وبوسترات على الحيطان، واستأجر لذلك استأجر لوحات الضوئية المنتشرة في الشوارع، ولو كان مسموحا له لوضع بطيخنا على قباب الكنائس والجوامع، وطبع الرزنامات، وصنع علب الكبريت وعلب المناديل والمحارم الورقية، وطبع القمصان والتنورة والفستان والجينزات والتيشيرتات، طبع كل ذلك بكلمة بطيخنا. فإذا نحن نصحو صباحا مع الإذاعة على نشيد بطيخنا، ونمسي في التلفاز على دعاية بطيخنا، ونلبس ثيابنا ممهورة ببطيخنا، ونكحل عيوننا في الشوارع بآرمات ولوحات بطيخنا، ونشرب مكرهين إذا عطشنا بطيخنا، فتبا لعصير بطيخنا، وسحقا لمن أساء لبطيخنا فعصره وفي الزجاجات زجه وحشره. Objection. Not sustained. يا رأس العدالة في القرن العشرين، القاضي 29، أنا كمدعي عام اشتهر بالتزمت والصلابة والتعنت والقسوة كرئيس نيابة، قد تستغربون أنا لا أوجه التهمة للمتهم ناتف الريش فقط لأنه بدد الأموال وأساء التصرف والأمانة، بل إنني أوجه له تهمة هي في اعتقادي أشد خطراً وأكثر ضرراً، ألا وهي محاولة التحكم بالأذواق وخداع الناس والتلاعب بفطرتهم النقية التي فطرت على تقبل الصدق وجبلت على أن تركن إلى النوايا الحسنة والحميدة. ففطرة الإنسان الطبيعية لا تسمح له أن يشك دائماً بما يقال، لا تسمح له، فلا يحمل الإنسان العربي بين جوانحه محكمة حتى يسبق شكه يقينه أو تكذيبه تصديقه. الشعب بأفراده يسلم بما يقال له مفترضاً قول الصدق بالمخاطب، خاصة إذا كان هذا المخاطب ممثل دولة أو سفير حكومة أو إنه يشغل منصباً رسمياً رفيعاً. ثم هل تكذب الحكومات؟ ها؟ الحكومات؟ هل تنافق المناصب الرفيعة؟ الرفيعة؟ وهل يلفق ممثلو الدولة؟ الدولة؟ حاشا وكلا.